تقطع من امامه مجدي صديق يتعرض للسقوط، حكم اللقاء يشير بالاستمرار، لمسه كره خطيره فيها جول جول جول. الله الله يا ادبيلسون، الله يا ادبيلسون، اخيرا يفض الاشتباك، اخيرا يكسر التعادل السلبي الدحيل. ادبيلسون تصل الكره في هذا المكان، لا يهدر ادبيلسون، لا يهدر هداف. هنا مجدي صديق سقط، طالب بخطا جمال حسين حكم المباراه يشير بالاستمرار. والي حاضره، الركله الركنيه القادمه تلعب للساليه في خط 18. جول جول. الله الله يا مابودجي، سيرجين مابودجي السنغالي المدافع المتميز في خط الدفاع، الان يظهر قدراته في الكرات الهوائيه، يعيد السيليه الى اجواء المباراه براسيه رائعه. يرتكب ركله الجزاء فهد الكردي، اراد ان يعيد الكره بالصدر، اخذها ماهر يوسف، وتدخل قوي من كلود امين ضد ماهر يوسف، وبالتالي ركله جزاء، ركله جزاء. هو الحاله التنفيذ، السيليه والبحث عن التقدم للمره الاولى. مشعل وكلود، مشعل جول 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 ثاني لمصلحه السيليه، هدف ثاني لمصلحه السيليه الان. ومشعل الشمري من نقطة الجزاء، من علامة الجزاء، يضع السيلية في المقدمة. يا كارلوس كاشادا بعد السبعة في المباراة الماضية أراد أن يعوض ذلك بانتصار جومو في الوسط بكرة أمامية ملعوبة خطيرة خطيرة. الله للدحيل، ما في غيره، من يسجل، من يصل، من يحمل الدحيل على عاتقه هجوميا؟ البرازيلي باولو دي سيلفا ادميلسون يدرك التعديل ويعيد الدحيل الى المباراه بهدف التعادل الان، بهدف التعادل الان. الدحيل كما السيليه عاد سريعا.